وعلى الجينة وحد الجينة حقوقنا ضيعة علينا اليوم سوى غدا الإضراب ديال اليوم ديال الجمعة 19 أبريل 2019 اللي نادت له الجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك الاتحاد المغربي للشغل جاء من أجل الاحتجاج على إدارة بريد المغرب لأنها لم تفي بالتزاماتها ولم تفي بتعهداتها. مع كامل الأسف توافقنا مع إدارة البريد المغرب حول مشروع القانون الأساسي حول تعديل مشروع القانون الأساسي لبريد المغرب، توافقنا مع إدارة بريد المغرب حول مجموعة من النقاط، ولكن مع كامل الأسف عوض أن تتحمل بريد المغرب نفسها عناء التطوير على أرض الميدان ما تم وبلورات ما تم التوافق عليها معها، مع كامل الأسف، وهذا شيء غريب واللي ما عمره ما حدث في أي قطاع وغريب على المنظومة ديال المفاوضات الجماعية عبر العالم ماشي فقط داخل البلاد تاعنا، أن إدارة اللي تتوصل توافق مع تنظيم نقابي ومع الحركة النقابية البريدية حول الملفات ذات طابع استراتيجي، مع كامل الأسف لم تعمل على تنفيذ ما تم التوافق حوله واللي هو الإعلان على مشروع القانون الأساسي كما تم التوافق حوله، الإعلان على اتفاق الإطار المصاحب لهذا القانون الأساسي واللي توافقنا مع الإدارة باش يكون هذا اتفاق الإطار هو المرجعية، هو الفلسفة اللي غادي تأثر كل المذكرات الداخلية اللي تتأثر الموارد البشرية ديال بريد المغرب. توافقنا مع إدارة المغرب فيما يخص ملف ديال حاملي الشواهد، توافقنا مع إدارة بريد المغرب فيما يخص ملف ديال جبر الضرر وملفات أخرى، ومع كامل الأسف عوض أن بريد المغرب تعمل على تنزيل هذه الاتفاقات على بلورة الإعلان ديالها، مع كامل الأسف خلاتها في الرفوف وسمحت على كل حال عبئات هي بهذه الممارسة الأسرة البريدية من أجل الانخراط بشكل واسع ومكتف في الإضراب ديالنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.